دكتور يعني مو انذكر ايضا مباشرة. دكتور انذكر خطأ. ايضا نعم. موضوع الفيتامينات، الزنك والفيتامين دي، واذا بكميات اكبر مضبوط. واذا الجسم اذا نعم. الجسم ما مستحق هذا هاي الكميه ليش جاي تعطى؟ العاني قال تسوي التسمم، طبعا كثير اطباء كتبوا لي قالوا هذا غير صحيح. الان جنابك كمختص بالادويه، اذا اخذ اي مريض كورونا وما عنده مضاعفات يعني كبيره، اخذ كميه من الفيتامينات دي او زنك، هل تؤثر عليه او لا؟ يعني اولا التسمم بالنسبه للزنك يعتمد على كميه الدوز، يعني كميه الجرعه، ويعتمد على ايش قد يطول بيها. مثلا على سبيل المثال اكو ناس تاخذ حبايتين باليوم او مرات ياخذ زايد المده، يعني مثلا شهر او اكثر، هذا طبعا راح يسبب لنا توكسيسيتي. بس لكن اذا اكون اقل زين، هذا ما راح يسبب لنا شيء، يعني ما راح يسبب لنا مشكله بحيث يصير عندك تسمم او يصير عندك، يعني اكو يعني انا شفت حاله الاكزاجريشن بالمواضيع عندكم بالعراق للاسف، يعني تفخيم الموضوع، الخوف، وبنفس الوقت يعني الناس تريد كل شيء على موت حتى تحافظ يعني على نفسها، تخاف على انه هو مميت، تخاف على انه يستخدمون هيك انواع من الادويه من الممكن ان تكون مؤذيه زين، بس من الممكن ان تطرح، عرفت شلون؟ لكن احنا يمنا نستخدمها بخطوات. اما بالنسبه الى الزنك، نرجع الى موضوع الزنك. الزنك ما ينصح به حقيقه، لانه احنا مو من ضمنه، وال NIH اللي هو National Institute of Health بالUnited States اللي هو recommended against oversupply، يعني يوصون ضد أخذ الزنك، يعني الغاية شنو؟ أكثر من اللازم. ليش من اللازم. ليش دكتور؟ يقولون بأن نعم، يقولون بال بال يعني بالأبحاث موجودة بأنه الزنك هو عنصر من عناصر السيل ميدييتد اميونيتي، وال يعني مثلا عندنا البي سيل والتي سيل وال زين، وحتى الانترليوكينز ايضا. بس هذه الحاله هي حاله ثيوريتيكال، يعني حاله نظريه مش حاله يعني جميل.